كاترين صحيح ان احنا بحي، ولكن هو يعني ما فينا نقول حي اكثر ما نقدر نقول انه هو منطقه بسموها خان التماثيل. هيدا المنطقة بعرف نحن كنا بطرابلس مرقنا قبل على حي التنك، ومن بعدها مرقنا على حي الغربة وشفنا طرابلس بوجه الفقير، مثل ما أيضا ضوينا على طرابلس بوجه الغني. ولكن الحالات الفقر والفقر الشديد كاترين فعلا منتشرة بشكل كبير. وخليني نقول شغلة أيضا للمشاهدين، أنه بالأمس رحنا على منطقة توقعنا أنه تكون منطقة عن جد كتير فقيرة مثل ما قلنا، وقت وصلنا شفنا انه الى حد ما مقبوله بين مزدوجين مقارنه مع حي التنك مع الغربه، وهلا يلي المشاهدين حيشوفوه بخان التماثيل. فقررنا انه ما نقدر نسوي، لانه صراحه كاترين المنكوبين بحاجه، القبه بحاجه، التبانه بحاجه، الجبل بحاجه، الزهريه، كل هدول المناطق هن طبعا مناطق فقيره ولكن منا الاشد فقرا. مشان هيك خان التماثيل اذا بدي اقدر شوف من برا بتلاقي يلي هي، خليني بس قلت له من سلام يونس المصور يفرجيني وين بلديه المينا. خلينا نضلنا حافظين انه البلديه هون، الشارع دغري البارلل يلي هو على اليمين، يلي هو على اليمين بتصير انت على الكورنيش، يعني بتصير على المينا وعلى المشاهد الحلوه وكلونيك، وبتوصل الى هذا الشارع يلي هو خان التماثيل. ابو عبود حيرفقنا كاترين بهيدي الجوله. منفوت وتحديدا انه هون في شيء تاريخي وفي شيء اثري وفي شيء عالم عايشين. هل العالم حيشوفوا، المشاهدين حيشوفوا وين في لبنانيه عايشين بطرابلس؟ بس هيدا شو قبل ما نفوت انا وياك، هذا اسمه خان التماثيلي. ايه هذا الخان عمو تركيا حكمت 650 سنه، هي نشأته تركيا، وهلا لها شي 80 سنه طلع، يعني صار شي عمره 720 سنه. طب هيدا الباب يعني طريق، يعني هذا من عمر الخان، من عمر الخان. وهذا ليش مهمل؟ هذا مهمل من قله الاثار، ما في عندنا لجنه اثار. هذا الباب الفردي وقعت، اجى البلديه حملوها واخذوها كبوها بهالميله. هذا باب من هون بعد لو سمحتوا. ايه وهذا هون باب، هذا بيتسكر بينفتح، هذا العالم بتفوت منه بالليل لهون. هذا بتسكر من عشيه. ايه بتسكروا ايه كل البوابه. ايه هيدي هون باب. ايه الباب الحاره. ايه بيفتحوا بتفوت العالم منه، هيك بتفوتوا على بيوتكم. ايوه خلينا امشي انا وياك، بلش نفوت على 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 الخان. انتم بتسموه الخان هون. ايه اوكي هون كم عائله تقريبا؟ بدك نطلع طلوع؟ ايه نطلع دغري هون. ايه نفوت فرجيهم الساحه اول شيء. كاترين هون بتصور طبعا، هلا الموضوع الماي نحن جربنا نوصل قبل الشتاء، يعني حتى لي هون في هون الاولاد بيلعبوا بالزباله، يعني بالزباله والجراثيم والكل هون عنا كله هون بيلعبوا. وهدول اللي فوق هن السكن هون. هذا هون تحت اسطبل. اجى شركه بدها تظبط، قام البلديه منعتها تعمل شيء، كانت بدها تزفت هون وتظبط الاصوات، قام البلديه منعتها ما خلتهم. يعني لحظه خلينا نتفق وياك، الشباب اللي ساكنين هون بدكم انتم تساعدونا لحتى الاولاد قد ما فينا نبعدهم، والا ما تبين الصوره. صلاح بليز، يعني نقدر نتبع الموضوع لحتى تبين الصوره. هلا انت عم تقول عمليا كم عائله عايشين؟ 55 بيت تقريبا فيهم. نحن 55 بيت هون. اجت شركه زدت العالم هون. هذا هون تحت كله هون اسطبل. شو اسطبل؟ هون للتجار، للخياله، للخياله اللي معهم خياله تجار كذا. ايه يفوتوا يحطوا هون اسطبل. هن بيوت منازل؟ ايه بيوت منازل. يعني هذا بيت هون، هذا بيت، هذا هون للحمير، للحمير وللبضاعة. اه بتفوتوا بحطوهم بحطوهم بيطلعوا بيناموا فوق، لانه هو هذا اساسه اوتيل. اوكي. منزل اوتيل. هذا كمان هذا كمان من هون هون جوا بيت. ايه لحظة. لا خليني ما افوت، خليني. هذا شو؟ لقلنا هذا لابن اخي، بات ابن اخي عملوا بات وسكن من قلة البيوت. ايه. هذا مستودع. هذا مستودع. ايه. خلينا اطلع لكين على البيوت انا وياك لفوق ونقدر نشوف. طب ليش ما حدا بيشيل الزباله الموجوده على هون على الارض؟ ليش ما بتنظفوها شوي هيدي المنطقه كلها؟ يعني حتى بتصور انه كنت عم تقول اذا فندق، يعني هيدا شيء اثري، هيدا منه شيء يعني اذا كان واحد جاب بده يليس هون بتجي البلديه بتوقفنا. طبعا لانه هيدا شيء اثري، ولكن كيف بنقول لهم ظبطوا؟ بقول لك لجنه الاثار، الاثار التركي هو قال حطت ايده عليها. لا شباب، نزلوا من ورا، نزلوا شوي بليز، نزلوا شوي تنقدر نطلع. سلام سبقني لانه حتطلع انت قبلي.
رح نجرب نطلع على الطابق الفوقاني اللي هو طابق البيوت. الطابق الثاني تحت طابق اول. قد ايه لك عايش هون؟ انا لي هون شي 35 سنه اللي انا هون. بس لهيدا الدرج قاسي منه درج. لا هيدا بزحط كمان يلي ما معود عليه بيسحب هيدا لانه بالشتة شو بيصير؟ شو بتطلع يمين ولا شمال؟ لا بنطلع يمين. يلا ايه هيدا هون العالم كلياتها تعبانه بيوتها هي بالمرة. هيدا مدخل بيت؟ ايه هيدا مدخل بيت. فينا هيدا هون مدخل بيت. فينا نفوت لعندهم اولاد؟ ايه هو البيوت يلي اكثر فقرا مثل ما بنقول او لهونيك؟ يلا قرب هلا بنرجع نجي لعندهم للجميع. يلا خليني لكين بدلك على بيتها. تفضل مدام رشا من هون. اوكي شوف شو عم بتقولوا لي في بيت واقع هون كمان يعني خليني فرشي كمان الزباله يعني في مشهد حتى الريحه كلها ريحه زباله هون. طب هي بس تشتت شو بصير فيكم هون؟ بتموت العالم كله هون بصير بدهم جزمات يلبسوا ليطلعوا بتبرك كلها سوا كثير وبصير الانيات تنبه. نحن برجع بذكر نحن بالمينا يعني هون في مفترض في مصاري بال 55 بيت كاترين عايشين وهذا الدكان على ما يبدو. في لجوا سلام. ليش مهديه هيك؟ ليش على الارض؟ بعد جدي بعد. ايه وين؟ مرحبا. كم بيت هون؟ واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ايه بس شو بين بيت وبيت في متر؟ ايه تفضل. هذا لأنه هيك مخصص من أساسه. خليني. يا خلينا نجرب نفوت البيت يعني. تفضل. الأوضة واحدة هو الباب. ايه. بيت يعني. لا بدنا نوطي بليز بس نوطي التلفزيون لو لمسين نسمع حالنا او طفيه كليا. لا بدنا نوطي بليز بس نوطي التلفزيون لو لمسين نسمع حالنا. اوكي هيدا الاوضه وين بناموا؟ وانا بس بدي ارجع اذكر بانه هيدا الانطره لانه نحن بالخان يعني. والاوضه كم واحد عايش هون؟ هون عايش فيها خمسه اربع اولاد وامهم هي مطلقه. ايه مطلقه عندها ولد معه انفصال بالشخصيه. حطي لي ابوه ما عم يدفع للمدرسه طلع على 600 الف مصروف. البنت عم تصرف للمدرسه 300 وللبيت 300. قصدك هو عنده توحد ولا ايه؟ عزيزه وين الامه يا عزيزه؟ بس اللي هون وعزيزه فيها نقدر نحكيك شوي؟ تعال شوي قربي. هذا اللي عنده التوحد. لا هو اللي عنده التوحد. قربي شوي مع عزيزه. ما عندك بطاقة الشؤون الاجتماعية؟ طب شو بتفيدك هيدا البطاقة؟ هلا قولوا لي انه بتفيدني انه بتسجيل على الوزارة من الوزارة. ايه بس ما استفادت علي لا على الوزارة ولا غير الوزارة. كيف يعني رحتوا عطيتيها للوزارة؟ انا ابني عنده توحد وانا بحاجة لواحد اثنين ثلاثة. شو بيقولوا لي؟ بيقولوا لي ما في وزارة وقف الوزارة. من اي متى هاي؟ من زمان وكل ما بروح بيقولوا لي نفس الشيء. وين بتروحي بالضبط؟ لانه انا بدي اتابع يعني انه هلا انه فينا نحن نطلع نقول وزارة وزارة ولكن بهمني تقولي وين تحت لي على كذا مركز. سميلي فيستا مثلا. رحت عليا قال ما في وزاره. الوزاره ما بتدفع له لانه قال لانه ما في شو اسمه وزاره. قال الوزاره واقفه. اوكي طب وين عم بيروح؟ انا هلا حاططته بمركز علم النفس. اوكي انا عم بيقدر يتعالج شوي. عم يتعالج شوي ايه. وهون كيف عايشين؟ هون انت بس اذا شلت الدنيا ما بتتاثري ولا مبلا؟ لا بعض الاحيان بنش مي. بعد الاحيان من الشمال. رح اعطيك هيدي البطاقه. طيب وكيف بتطلعي مصروفي؟ كيف بتعيشي؟ انا بشتغل مع ابي يعني مأمن. انت صياد؟ ايه انا صياد. بتشتغلي معه؟ ايه بتعمل لي شويه تعدي بيطلع على 10,000 15,000. هي مصروف جوزها اللي بيبعت لي اياها 300 للمدرسه 200 للمدرسه و100 للسياره 300 وهي بضل معها 300 بتاكل فيها بتشتغل معي بتعينا يعني احنا 400 للشوفير وللمدرسه 400 لتشوف بدل ما عم يتعامل. هي بتضطربه جيب لها انا غلط تشتغل معي بس بهذا البيت معنا. عايش خمسه. خليني اروح لكين على بيت ثاني كاترين نقدر نشوف بيوت اخرى من. خليني اطلع انا وياك. انتبه بس هون في هلا انتبه راسك لانه هون هيدا هون سقف كله خشب. لا هيدا سقف اذا انا متر 73 يعني هيدا بده يطلع له متر 90 صح يعني هنا نقطع من هون.
هيدا أول بيت. تاني بيت. وين؟ حتى نفوت من هون. وطي راسك انتبه من هون. فإذا برجع بذكر كاترين والمشاهدين نحن بخانة تماثيل محل لا خلينا نوطي بليز على بالمينا يلي كنا ايضا عم نشوف كيف عم بعيشوا العيال اللبنانيه بهيدي المنطقه كيف عم تقدروا تستمروا. مرحبا يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. الحمد لله. اي اكيد. تفضلي. شو وضعكم انتم اليوم بهالثوره بالوضع الاجتماعي بالوضع المعيشي؟ الوضع الثوره ولهذا اللي وصلني لهون وقعدت هون انا. كيف؟ اول شيء انه صاحب البيت ما بقى فيه ينطرني على اجر وطلعنا من البيت حتى في بيت حمي هيدا قديم فتحوا لي ونوعدت فيه انا واولادي وعندي بنت مطلقه جوزي لا شغله ولا عمله. هيدا اجار انت بتدفع هون اجار؟ لا واذا اجار قصدك فللك من بيتك؟ فللني من الاجار لانه من وقت الثوره جوزي قعد لا شغله ولا عمله. الا شي شهر صار لي تقريبا مطلعيني من البيت وجيت قعدت انا هون. كاترين خلينا نلفت نظر لموضوع الاجارات. يعني في ازمه طبعا بهذا الموضوع بكل لبنان بس انا بقول اكثر بطرابلس لانه عم بغطي بطرابلس في مشكله. يعني ما بعرف انا اللي عم بياجر ما حدا عم ينطر حدا الغلاء. حتى كاترين امبارح كان في حمله من الدوله ومن اشخاص من حمايه المستهلك مصلحه حمايه المستهلك زاروا عدد من السوبر ماركت والمين ماركت على غلاء الاسعار. وامبارح ايضا السيد نصر الله حكي بانه يطول بالهم على بعضهم العالم بالأجارات بالكذا وإلى ما هنالك. حتى هون بطرابلس يعني إذا بقول لك عدد الأشخاص اللي مش قادرين يدفعوا أجاراتهم بشكل مخيف وفي جشع بمحل معين وبتصور إنه يا اليوم يا بكرة بدنا نقدر نشوف. في منعرف محلات مثلا حأعطيك مثال بتأجري بالسنة $20,000 المستأجر عليلة قال لا $30,000 وبدي يوم بالدولار فلت حملت حالة وفلت من هذا المكان. قدي كان أجارك أنت قبل؟ 450,000. وقديه تأخرت عليه؟ ما شهر يعني من تشرين شهر بس. وهذا دفعت له قسط وعلى اساس انه يمشي شغل جوزي شوي بنرجع ندفع له. قال هو اجر البيت انا وقعدي فيه. قال اجر البيت واربع ايام المستاجرين جد بدهم يفوتوا. يعني انا صار غلطي برات البيت. هذا شو بيشتغل جوزي؟ كان عم يشتغل دهان موبيليا. دهان موبيليا. وكم ولد عندي؟ عندي سبعة. سبعة. طب يلي عم بيحضرنا بقول كمان اذا مانك قادره تعيشي ولا معيشتهم ولا احلى من هيك. اه معيشتهم الحمد لله وتجوزوا. يعني هسه اللي فاضل عندي بالبيت هن اربع اولاد. هيدي بنتها مجوزتها كمان هالصغيره. طيب خليني لك انا. والاوضه اللي جوا هي شو يعني؟ اوضتين انت بيتك عمليا بس انت هون عايشه ببلاش؟ هلا قاعده حاليا ببيت حمية هذا قديم قعدوني فيه بس هن ما بيستاجروا. ابو استاذ زكريا هون الاجارات بالخان تقريبا قديش؟ هون ما في اجارات هون كلياتنا دافعين خلو. انا دافع 75,000 خلو وصحبة البيت هيدي كمان دافع 11,000 ليره خلو يعني بالقديم. وهون ما حدا بدفع اجار. هون الملك هذا ملك اسور ما حدا ما له ملك هذا. طيب يعني انتم ما عندكم عمليه مشكله سكن؟ لا مشكلة شو؟ عنا مشكلة مجاعة وهذا السكن يعتبر عنا مشكلة. يعتبر عنا شفت البيئة يعني. شفت الوسخ شفت أنا عندي مطبخ ما أنا التعبية نفسيتي أكتر شيء من بيتي. إنه ليه؟ طلعي من منظر المطبخ على قليلة. خليني أشوف أي شيء. ولا ما يطلع ولا شيء أبدا. بليز خلينا نقطع. ما فيكم تعجقوها بنفس البيت لأنه ما بنقعد نقدر نمشي عن هذا المطبخ اللي عم تحكي عنه. عزيزة هيدا هو المطبخ؟ في ضو شي محل؟ ما في ضو؟ عندك ال طيب خلينا اطلب بليز. يعني بين عندك الغسالة عندك الغاز عندك ال هيدا هو كله صح؟ ما فيها نقعد بلايين اكيد يضل اكيد يعني بكل بيت بتفوت عليه اكيد موجودين لازم يكونوا. شو حلمك؟ حلمي عيشة أحسن من هيك. بيت أحسن من هيك وأنت شفتي. هذا هو الحلم. رشال يشتغل جوزي ويرجع مثل ما كان وأنا أقعد ببيت أكثر من هيك أحسن من هيك.
خليني كاترين اطلع على بيت اخر لنرجع نشوف ايضا البيئه اللي عايشين فيها هدول الاشخاص هدول رشال ماذا عن الاطفال لجوا لبرا رشال ماذا عن الاولاد يعني في هذا هذا الخان هل هم يذهبون الى المدارس خليني بدي اجرب اوصل بعد في فوق طب طلع معنا لو سمحت من وين بتطلعوا لفوق يا كاترين حاسال السؤال بس بدي اتلاقى بعائله اكثر من وين هذا بيت هذا باب البيت من هون بفوتوا بس لا اذا ما بده يفوت يهبط على بيت وين سأطلع هونيك على الزاويه هونيك على الزاويه طيب خليني اقرب لكن شوي لقد ايه تفضل يفوتوا بيتنا هذا اسوء بيت الخوف هذا بيتك اسوء بيت ليش عم بتسميه أسوأ بيت؟ أسوأ بيت؟ عاد شوفي مالا مغارة أمي ماتت من الرطوبة اللي فيه شو هو؟ تفضلي الوالدة ماتت من الرطوبة اللي فيه إيه هلا في ال هيدا أسوأ بيت الخون يمكن فتي عليه هيدا لا مني فيت عليه من قبل لا أسوأ بيت هيدا هون هيدا كلب هون بتنام هون بتقعد أنا وأخي أنا ويا ابني أنتوا إخوة وعندنا طفل صغير كمان ابنه ابني حيطه عند أمه مشان الرطوبة طب شو حلتها هيدي الفوق حلتها يعني شوف السقف شوي شو حلته يعني كل ما بدنا نشتغل اللي موجوده والريحه اللي موجوده كمان بالبيت هيدي كيف عم تتعايشوا معها ما في مصوره ما في سهوله حتى نقدر نعمل بيت ما في سهوله ابدا ما في سهوله لا انت شو قلت اتعودنا من طفولتنا نحن هون كل ثاني يوم بعجنين كل ما بدنا نشتغل بتلاقي 100 مخبر بيتصل بالبلديه وبيجوا علينا طب لانه بركه هيدا موقع تاريخي ثقافي بس انه بس كمان في بنفس الوقت مفطر البلديه او شيء ليش تيجي ترمي ما اقله نحن بدنا نشتغل بايدنا يجوا علينا البلديه بدهم يعملوا لنا زبوطه ايه لانه انت بركي بخافوا انت عم بتشوي هذا الخان التاريخي ما عم نشوي عم نشد الجوار اللي بيطلع منا حيايه وهسه في هون جوار كمان بيطلع منا حيايه وجرادين هون كلياتها متواصله مع هذا البيت المهجور اللي هون بيجي لعنا نحن جرادين من هذا البيت المهجور اللي صابنا في بيت مهجور هون مسكر صاروا زمان يعني بالصيفيه هون بتلاقي ارطيلات هون ليك الارطيلات هون بتلاقي يلا الارطيلات عم يعيطونا من هون طولين علينا من هون الكرتة شو بتسميها انت؟ ارطيلة يعني الكرتيلة هذه اوكي بنلاقي كل وحدة هيك شي نص وقية قد ايه لها ساعة واقفة؟ صار لها زمان كثير انت اللي عندك ابنك صح؟ صح بيروح على المدرسة؟ بيروح وين؟ شو اسمها حسام هيدي المدرسه الثانويه على الشارع طلعوا له لا ما معه مصاري يدفع ما معي مصاري يدفع طلعوا لي طلعوا له ابنه من المدرسه عمره 6 سنين عمره طلعوا له ابنه من المدرسه ليش قال ما في مصاري ما معه مصاري ما في مصاري ليش قديش قصته للمدرسه الرسميه ما بعرف امه هي المتوكله امه متوكله فيها كل شيء انا حتى لامه ببيت غير هون مشان ما تمرض استاجر لها بيت برا قلت لها انا هيدي وانا عيشت لها بس اجر لك بيت وبعطيك مصروف اكثر من هيك ما بس ابنك عايش مع امه عايش إيه لكن اكيد ما في عيش ما في انا ما بخليه يعيش هون لانه منه متعود بعد على جو البيروس طلعي ليكي عنكبوت سقف كله مهري كله مهري ليكي هيدا طبعا شو عم تلبن عليه ليكي كليته يعني في شي فوارغ في شي منه فوارغ طلعي هون ليك لسه هون بس تشتت الدنيا شو بصير فيكم طوافين هون برا وجوا البيت ليك وتعال صوري هون كله بحر هون من هون كلياتهم ينزل علينا ومي شلال بقول لك كل ما بدنا نطلع نظبط فوق بتلاقي المخبرين كلياتهم اتصلوا بالبلديه اجوا علينا بس هيدا البيت طب بس في بدك بيتلاقى حل لانه هذا كمان موقع تاريخي وقاعدين ببلاش بس ظروف الحياه هي ظروف انت شو بتشتغل طيب؟ انا بشتغل بالخضره بس هلا عم تشتغل يعني مقبول شوي ايه مقبول ايه شغلي ايه بس ما قدرتنا انه نظبط نحن ما قدرتنا انه نظبط البيت سالت الجاره لحدك شو حلمه؟ انت شو حلمه؟ نعيش عيشه كريمه وشو بدي اقول لك اسوأ من هيك عيشه تقبليها انت؟ أسوأ من هيك عيشة؟ ليكو هذا هو المطبخ هون
عيشتنا انا ما حدا بيساعدكم السياسيين الجماعيين. لا والله بيجوا بيضحكوا علينا يا ستنا والله العظيم بيجوا بيضحكوا علينا. شو بيضحكوا عليكم؟ بيجوا بيقولوا بدنا نظبط لكم البيت ونساعدكم بعلبة مونة. بعلبة مونة بكرتونة مونة بيضحكوا علينا. بيبعتوا موان على الخون كل واحد كرتونة كرتونة بيضمنوا بالتصويت. بس هيك وقت الانتخابات بيجوا بالسيارات بياخذوهم لينتخبوا. طيب بس ما انتم عم تنتخبوا. انا ما بنتخب حدا. انا انتخبت ايه انتخبت كرومي انتخبت الميقوتي كانوا هدول الجماعة منيح معنا. عرفتي كيف؟ شو ما قصدنيهم يلبونا بحكمه بشغله بحكايه حرام ما قالتونا الجماعة. ما بتنتخبيهم؟ لا بعنا ضميرنا ولا بعنا كرومتنا. هيك ابو العبد كبار قصدناها كمان خدمنا لبنا. واليوم إذا صارت انتخابات نيابية مبكرة شو بتعمل؟ اليوم ما انتخب إلا كل واحد جديد. كل واحد جديد منه ما قالوا عليه بكل الحكومة القديمة. بدي انتخب كل واحد جديد بس. شو يعني لأنه كتار وتعملنا وترحنا على حي التنكل الغربة سيقولوا طب وين سياسيي طرابلس؟ وين نواب طرابلس؟ وين وزراء طرابلس؟ هل برأيك الحق عليهم ولا الحق على الدولة اللي ما عملت انماء متوازيين وما كبت عين على المناطق كلها وعملت فرص عمل؟ ولا الحق على اثنين. الحق عليهم اثنين تركين شعبهم هيك. انا امي ماتت ما كنا قادرين نجيب لها دواء. والدتي ماتت صار 5 شهور ما قادرين نجيب لها دواء. والله ماتت دواء شو؟ والله دواء ضغط دواء سكري وكان معها القلب وعملنا لها عمليه بالشحوذه. كل هيك اهل الخون كلياتهم بيعرفوا. اليوم شو تغير من بعد الثوره؟ هل صار في نوع من وعي زياده؟ صار في خوف بركي سياسيين اكثر ولا برايك انه لا الامور على اضرب بدها تروح ترجع؟ والله شايف لك على اضرب. ما في شيء برايك بيتحسن؟ بس يستقيلوا هالكلاب اللي عندنا بس يستقيلوا ساعتها بيتحسن وضع البلد. مين بده يستقيل؟ هذا ميشيل عون اللي عمل لي بي الكل. ليش شوف شعبه اذا استقال ميشيل عون شو بقرب وباخر الموضوع؟ بيرخص كل شيء كل شيء بيرخص. ميشيل عون رئيس جمهوريه. رئيس ميشيل عون رئيس جمهوريه. بدك تشوف رئيس وزاره بدك تشوف وزير الاقتصاد وزير المال هدول اللي عم ياخذوا رئيس جمهوريه ولا شو بيشوف؟ ما بيشوف شيء حرام. عرفت كيف؟ ايه هي اما هن الباقيين كلهم ياخذين البلد. طيب خليني هيك شوي حكينا شوي سياسه، خليني اطلع لبرا اروح على على منطقه على بيت اخر كاترين. نعم. يلي لانه الريحه الموجوده جوا والرطوبه الموجوده جوا فعلا رطوبه صعبه، كيف بدي ارجع اطلع لفوق؟ وين بعد في شي بيوت فوق؟ وين في شي بيت؟ اي هو البيت التعبان؟ بس ثانيه هون جوا شو في؟ شو فتح فوق؟ سطح هون من هون بطلع؟ لا بس بدنا نروح على البيت اللي قلت لك عنه الهيبه. شو هو هذا البيت؟ هذا اللي احترق وهبط. انت ساكن هون؟ لا بس انت ساكن هون؟ بيتك وين؟ عنده 3 اولاد. ايه؟ عنده 3 اولاد وعم بحطوا لهم بالايتام. طلق مرته لكن هول هذا وهذا. ايه؟ وهو عم يربيهم. خليني بس ارجع فرج المشهد من فوق للساحه، هيدي ساحه اللعب بتصور مفترض للاولاد. شكلي هذا شكلي هذا هذا كله مرض. في اطفال في اولاد هذا كله الروائح بيشموها مرض هذا. لا بس زبالي. بس بدي اقول لك شغله، انت حدك ساكن بالخان؟ لا بس اخوها لا مدامتي ساكنه بالخان. طيب انا عندي سؤال، هاي زباله مين؟ زبالتني صح هيدي الكلمة صادقة فيها. ما عملوا ايه صح 100 مرة نظفوا لهم ومدري. هلا إذا حكينا كلمة يمكن نغلط ما بعرف. أنا ما فيني أحكي شيء. ليش؟ مثلي مثل هالعلم يعني. أختي هون ما حدا بنظف. هون ما حدا بنظف. بس يا زكريا طب ما هدول زبالة العالم. ليش ما بتنحط؟ ليه ما بينحط برميل؟ الحاويات بحطوهم برا. أي حرمة بدها تنزل لبرا. الأولاد بتعطي الولد للكيس بتلاقى كبه بالشارع. هيك عرفتي كيف؟ اكيد تفضلي عند البيت هذا. هذا البيت تعبان بالمره. بس هذا البيت عامل عريشه للامانه. ام العبد هيدي شو؟ خلينا بس هي شو هون؟ المي ال وكانها كمان في قنايه. مرحبا. اهلا وسهلا يا حبيبي. شوفك على التلفزيون. والله بقول الله يحميه. بديكي بس طفي شوي وراكي. كيف بيطفوا؟ وطي وطي ما بأثر وطي. شو ناطرك انت هلا هون من هالبيت؟ شو بدي انطر انا عارمله؟ قد ايه لك عايشه بالخان؟ خلقوني. كان اضرب كان احسن كان كيف؟ شو بدي احكي لك؟ والله عايشتنا هي هي. بس كان في شيء ارخص هلا كل شغلي.
وشو الطموح؟ وشو بدي اقول لك ما بعرف، والله ما شو بدي اقول لك ما بعرف، بايدي هي كيف بتعيشي؟ كيف بتعيشي يومياتك؟ شو بيك شو عندي اكل؟ حدا بيجيب لكم اكل؟ وحياة الكرانة ان نشتغل ابني بيعطيني 5000، الله بيعلم. ما بدي ما بدي ما بدي احكي، والله بالنهار ما ببيع ب 2000. لحظة لحظة، شو عم تقولي لي بيعطيكي 5000 ليرة بالنهار؟ ابني وقت اللي بيشتغل، إذا ما اشتغل ما بده يجيب لي حرام، عنده أولاد. 5000 ليرة؟ إيه والله. شو بتعملي فيها؟ اوقات شو بعرفني، الله بيدبر، بدي بهذه الحول والحين الحمد لله، ما بنقول الا الحمد لله وبس. هي هيك الدوله تبعنا، هي بدها هيك فينا، مظبوط. هي الدوله تبعنا، هي اللي زلتنا. خليني البيت ايه، عرفت بال 2000 2000 ما ببيع بالنهار. طيب اوضتك جوا؟ اوضتي تعال البنت تحكور ابني جوا يا حرامي، والله لا اجى من البحر. ليك يا بنتي نحن هي الدولة اللي عملت فينا هيك، هي الدولة. السوريين عايشين أحسن مننا، السوريين عايشين أحسن مننا. لوين عايشين؟ سوريا، أمان المتحدة بتعطيهم كل شيء بيعطوهم. نحن يا حرام كلها من دولتنا، والله المظاهرة حق بإيدي. أنت ما هالمظاهرات اللي كنت عم تقول؟ أنا نحن ما بننزل ولا بنطلع ولا أولادي ولا حدا أبدا، نحن ما لنا عليهم. بتأيديها ولا ما بتأيديها؟ ما بأيد حدين، بأيد اللي بيطعميني. يعني بكرة إذا بيرجع هو زيته الدولة اللي عم تحكي عنه بطعميكي بيعطيكي 100 دولار 200 دولار؟ لا ما بدي، فانتليت المونة بالمينة وما خلوا محل الخون ما إجا مونة. أوكي بس أنت عم تقولي اللي بطعميني أنا هذا اللي نحن على الله، لا ما بلحقهم فشروا، طالما الله دخيله موجود وعم ناكل هاللقمة هيدي، بس نحن ما بنلحق مظاهرة بنلحقك لا لا. ولا حتى أولادي الشباب ما بيطلعوا لا بمظاهرة ولا بمحل، بيضلوا أبو عبود أنا بخاف عليهم بأربع مظاهرات بأربع شيء. أنا أولادي كتير قوي ما بأربع محل. ليش اللي بيروح على المظاهرة ما بكونش أي لا بلا، بس ما بيدخلوا بحدا، ما بيدخلوا، بيجوا من شغله بيدخلوا. طب كيف بدك تغير الوضع اللي عايشة فيه أنت؟ كيف بدي غيره؟ أرجع الله يوفقك أرجع هونيك بس شوفي. بس اللي كيف بدك تغير الوضع؟ أنت عايشة بهذا البيت، ما بدي غير. كيف بتغيري؟ ما معي، كيف بدي غير؟ عايشين على قدنا. وأعطينا خبزنا كفافة يومنا الحمد لله، بس أرجع هونيك الله يرضى عليك. بس شو بترجيني؟ شو بك أنت ما بتقدر توفي توقفي؟ لا والله بيجعوني أجلك إجري. يعني شو بدي أشوف المطبخ يعني؟ هذا حالتنا، هذا المطبخ؟ عاملة مكدوس الحمد لله. لا والله من عند بنتي من بيروت، عندي بنت ساكنة ببيروت، عاملة أم تودت لي. طيب الله يحميكي، خليني ارجع هون حتى هون يعني هدول. طب هدول مين بيشتري من عندي؟ حصغر والله ب 2000 ما بنبيع. ايه هذا دكانك يعني بالبيع؟ هذه دكانك. عدل حبيبتي عدل، شكرا ميرسي حجي. خليني ارجع اطلع خليني اقرب شوي لقدام بحاجه انه شوف العائله اللي عم تقلي عنها. كنت ما احنا بس بدي ارجع اذكر بخان التمثيل، عم نحكي كل هدول البيوت عباره عن 55 بيت صح؟ 55 بيت. خليني افوت من هون شوي، من هون هيك اشوف. بتصور انه البيوت الى حد كبير متشابهه. طيب هون هذا هو يطلع حولهم عنده 4 اولاد. ايه هو عم يربيهم ويعني بس شو بتشتغل؟ انا صياد سمك. يعني شو بالبحر. ايه بتطلع بنهار يعني؟ شو بتطلع بنهار؟ اجت الدنيا شتويه، نشتغل يوم وثلاث ايام لا، والسمك رخيص ببلاش، صار عندنا السمك الطرد اغلى من السمك البلدي اللي عندنا هو. هي مشكله انتوا عم تعانوا، مشكله كبيره. نحن مثل ما سمعون انه المسؤول عن السمك الطرد هو السيد نبيه بري، بطلب من السيد نبيه بري انه يزبط هالاوضاع شوي اخي، يلغي السمك الطرد. في عالم بدها تعيش طيب بلبنان، ما بس اللي ما بيعرف شو هو السمك الطرد، شو هو؟ لانه نحن يعني المتلج. اوكي لانه السمك الطرد سمك المتلج. ايه شو خصو الرئيس بري بالموضوع؟ هو المسؤول عن السمك اللي عم يجي من برا، هو اللي عم يدخله بالمملكه. يعني في شركه لحدا منه هو اللي مستلم. هلا الرئيس بري هو ماسك السمك، هو اللي مستلم القضيه كلياتها. اوكي شو عم تطالبوا انتم؟ نحن منطالب انه يلغي هذا السمك الطرد. عندنا نحن سمك خير الله بلبنان وعم نطلع سمك، بس كله ببلاش السمك. اي وزاره مفترض تكون مسؤوله عنه؟ وزاره الزراعه. وزاره الزراعه. اي نعم، وزاره الزراعه.
نحن ليكو عم وشو شو كمان مأثر عليكم كصيادين؟ مع على الرغم من انه من حوالي الشهر تقريبا رحت وقت جوله مع الصيادين وحكيوا عن السمك المتلج اللي مأثر عليهم كمان، شو العنصر الاخر اللي ما عم بخليكم هالقد تقدروا تطلعوا او تشتغلوا او تروحوا وتجوا بال تيراش؟ اقول لك شغله وحده، هلا نحن هون الصيادين اكبر مينا بلبنان هي مينة اللي عندنا هون بطرابلس، في 2000 صياد 1500 على الأقل، يعني في 1500 و2000. طيب اذا كل واحد عنده 6 7 انفس احسبيهم قديش قديش هدول كثير، ما حد عم يقدر ياكل ولا حد عم يقدر يشرب من ورا هيك. وبنفس ولا في ما في شيء ابدا. الصياد عدم شرعي عندنا هون نحن بالميناء، عرفتي كيف؟ كيلو السلطان كان ينباع ب 70 80 الف، هلا ب 15 الف وب 10000. شو في ليش؟ ليش هالقد رخيص؟ ما بعرف، لانه يعني عم بفوتوا سمك بدل ال 20 طن بالشهر عم بفوتوا 1000 طن سمك. ال 2000 طن عم بغرق لبنان السمك البلدي ما عم بغرق. بس انتم مين اللي مفترض ينقلكم صوتكم؟ يعني في نقابه؟ في هيئه؟ في عندنا نقابه ما عم بيردوا عليها. في عندنا نقابه وعندنا تعاونيه ما عم بيردوا عليها ابدا ابدا. هن المسؤولين اللي ما عم بيردوا. هو المسؤول عليها مثل ما كلهم بيقولوا الرئيس نبيه بري. ابدا هو مسؤول عن كل شيء. يعني هو فايخبط بدل ما يفوت ميتانتو يفوت ميتانتو بالشهر. اذا شلتي كليان اللانش فات 3 4 ومباع ب 20 بدك عبي مزود، شو بده يجي البحري؟ شو بتطلع بالشهر؟ ما في 100 دولار 50 الف 100 الف حسب. ما في بالشهر. لا هي الرزق على الله. بس حاليا الشتويه الدنيا يوم نشتغل يوم لا. اوكي هات تلارجي شغله واحده. بس ارجيكي شغله واحده يا شباب. لو سهله فيكي ما تصور معك. بس ما حدا يفتكر انه انا كل هدول موجودين عندي لالي. عندي اختي هلا بدهم يطلعوها من البيت من حورة التنك مستاجره ب 150 الف، جوزها منه قدر يدفع 150 الف بالشهر، جايب اغراضها لعندي لتسكن عندي هون. هذا برودي انا عندي اربع اولاد انا عم ربيهم، تعسرت الحياه بيني وبين امهم، دشرنا بعضنا وانا عم ربيهم الاولاد اربع اولاد. هذا برودي انا، هذا برودي بشتغل باكل ما بشتغل ما باكل. حمص زيتون، هي زيتون واسف. هذا صفيح من امبارح، هذا صفيح من اليوم كمان. هذا برودي انا معي اربع اولاد وقد عم ربيهم، يوم بشتغل ويومين لا. قد ايه بدك بنهار تقدروا تعيش عيلتك؟ هلا اقل من 40 50 الف يوميه ما بقدر ربيهم لهالاولاد. بدنا الاولاد بالشوارع. ليه ما بروح على المدرسه؟ ما في مدرسه لالهم. ليه؟ بدي احطهم بمدرسه داخليه، بدهم اوراق وما اوراق وشغلهم، ماني قادر. لا حط 1000 راح اوراق انا. وإذا حطيتهم بالمدرسة الرسمية بدهم يفيقوا الصبح بكير، ما في عندهم حدا يلبسهم يعمل لهم ساندويش يبعتهم على الأوتوكار. إذا كنت قادر أنا حط لهم أوتوكار، مين يسلقوهم هون بالبيت يستقبلهم يعمل لهم لقمة أكل؟ ما في، عايش لوحدي يعني. طب بس تروح على الصيد وين بيكونوا؟ وين بيبقوا أولادك؟ بالشارع. بالشارع والله بالشارع. طب إذا أخذتهم على المدرسة وتعلموا ورجعوا ساعتين وساعتين؟ بتمنى، أنا بتمنى وليدي يتعلموا ويدرسوا، بس ماني قادر أحطهم بالمدرسة. كانوا بالمدرسة وطلعتهم بالمدرسة؟ كانوا، كان في عندي ثلاث أولاد بالمدرسة ودشرت أمهم، تعسرت الحياة مثل ما قلت لك بيني وبين أمهم، ولكن هن معي ما في مين عندهم. عندي أمي الله يطول لي بعمرها كبيرة بالعمر، عمرها شي 75 سنة، أخذة ولد صغير من عندي أنا وقت اللي دشرت كان عمره شي 7 8 شهور، عم تربيه كتر خيره مفضل علي. والثلاثه معي عايش انا وياهم هون. بس انا قصدي ولا مره كانوا مدرسه واضطريت طلعوا، ولا بالاصل ما فوتتهمش على المدرسه؟ لا فوتتهم سنه واحده وطلعتهم، دشرت امهم وطلعوا من المدرسه، ما اقدر احطهم بالمدرسه، ما هو في مين عندهم يعني. انا بشغلي بالبحر، انا بروح على البحر ما بعرف اذا برجع ولا لا كمان بالشتويه. طب اذا مرضوا شو بتعمل فيهم؟ بدي احكمهم. بس في عندنا مستوصفات، عندنا مستوصف العزم للميقوتي الله يطولنا بعمره، ما فينا كمان نكره للميقوتي، ساعد كثير عالم ونحن من الناس اللي كان عم يساعدنا حتى يعني بيجيب لنا كروتين موان على الخام، بيبعث لنا اكل برمضان. وكان الزلمه قبل هالثوره اللي صارت كان العالم تروح لعنده يعني يتعصدوا يلبيهم بمستشفى بكل شيء، حتى كان في عالم تطلب مساعدات اجتماعيه منه لدوله الرئيس يعطيهم، بعدين في عالم كانت عم تاخذ منه شهريه كمان، هدول الكبار بالعمر العجزه. الزلمي ما فينا نكره ابدا. دولة الرئيس نجيب ميقوتي حصرا. اي نعم. طيب واليوم
وهذا الوضع مين بيتحمل برايك مسؤوليته لعايشينه اختي وكده. المسؤولين ما فينا نقول لا رئيس جمهوريه ولا رئيس حكومه، الوزراء المتكلفين المعنيين بهذا الموضوع هن لازم يتحملوا هذه المسؤوليه. نزلت على الثوره، نزلت سهرات. ما نزلت لانه انا ماني قادر انزل، كل نص ساعه بدي طلع اولادي، انا اولادي بالشوارع، اكبر ولد عمري عندي عمره 7 سنين. ولا مره نزلت. كنت ضد الثوره؟ ليكي هلا الثوره عالم محقه بمطالبها يعني، وبنفس الوقت يعني الثوره اللي صارت خربت علينا كمان. كيف خربت علي؟ خربت علينا. اول شغله كنت عايش منيح؟ اول شغله كنت عايش احسن من هلا. اوكي، بس يعني كنت بتقول بالوضع اللي انت كنت فيه كنت تقدر تضلك 10 سنين هي؟ لا ما بقدر اتحمل 10 سنين، بس كان يعني احسن من هلا بشوي، مع انه حقول لك انه احسن انه عايشين. الوضع شفتيه انت بعينك، بس انه كان احسن. هلا صار في غلاء، صار في شويه فلتان امني عندنا بالمنطقه. مين بيتحمل مسؤوليه هذا الموضوع؟ هل السياسيين ولا الشعب اللي نزل تظاهر؟ لا هلا من الاساس السياسيين، لانه هن اللي وصلوا الشعب لهون يصير فيه. السياسيين هن الاساس بهالشيء اللي صار، لانه في عالم فقيره، في عالم جائد، في عالم ماتت بدها تاكل، ما قدروني اخر شيء انطفضت نزلت على الشارع. ما عاد تخاف لا من سياسي ولا من اي شيء ابدا، بدها تاكل جيعانه، اولادها عم يموتوا قدامها من عم يقدروا ياكلوا. لهالسبب العالم ما عاد في عندها خوف، بدها تنزل عليها وعداء، بدها تغير هالاوجاه السياسيين كلهم. خلينا نذكر البراد اكيد يعني احلى ما شو يهربوا الاكلات. سمعتوا شو قال زكريا؟ مشكلة نسكر براد ما يهربوا الاكلات. قعدنا هون خليني قلي تفضل معي شوي. انا شو حط على الواتساب صورتك؟ لا يا اخي هلا بس اذا بتريدي بس كلمه قرب شوي معي. ايه بنحكي بس مش ضروري. انا على الواتساب، انا على الهواء. تفضل. انا على الواتساب حط صورتك. طيب تسلم، لاني بعزك وبحبك. تسلم. مثل بنتي. تسلم. بس قلي شو مشكلتك؟ هدول ثلاث حراميه رئيس جمهورية. قرب شوي انت ورانا خالد مرة. رئيس جمهورية. قرب على الطرف تمام ولا ولد يقف. رئيس جمهورية. رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. كلهم يعني كلهم. عرفتي كيف؟ لأنه علينا إيجار بيوت. أنا إيجار بيتي 550,000. وين ساكن؟ أنا بالمينا، ابن المينا. وعم بمرم عليكي صار لي شهر ودقات على إذاعة الجديد. اصابت 10 دولار حولوني عن 6 رشايا كرام، يقولوا لي يلا يحولوني عندك. اصابت 10 دولار فذا مش شيتك. لا يا زلمه يعني خلص قلي. طب قلي انا بحبك، انا بحبك مثل تسلم بنتي. تسلم انا تبي عندي انا بنتي مثل حكايتك. تسلم بعمرك. تسلم صغيره لانك انت صغيره وحلوه الله يخليك. عم بتقلي عندك اجارك 550,000 وعندي 50,000 اشتراك كهرباء، وعندي 40,000 انترنت، وعندي 15,000 ساتلايت. طيب انا منين بدي اجيبهم هدول 500 دولار؟ طيب بلا ساتلايت وبلا الانترنت. بلا يوم بس اجار الباب منين بدي اجيبه انا يا ست؟ شو بتشتغل؟ انا بشتغل بحري وبيع سمك نفس الوقت. بس هدول ال 128 حرامي وعلى راسهم علي بابا. مين هو علي بابا؟ رئيس جمهورية. عرفت كيف؟ هاي الختيار بيقولوا ابو الكل. انت ختيار؟ ما انا الختيار. بس انت ختيار؟ انا ختيار. اذا عيطت لك ختيار بتزعل؟ لا ما بزعل. يعني ما انا صفة مش بالنسبة لإلك. بس الختيار ايه؟ ابو الكل بيقولوا ليش؟ بس بدي اقول لا ما نتفق، هيدا رئيس جمهوريتنا. طيب ماشي. لا ما فينا كمان يعني مثل كانه انا بدي اجي اقول هيدا لحاطط قلوسة على راسه الاقرع بتقبل؟ لا. فإذا ما نحترم بعضنا، ما نحترم المقامات، ما نحترم الألفاظ، وقال لك أهين شيء واحد يقول إذا مش مضبوطة. عندك اعتراض على فخامة الرئيس، على رئيس الحكومة، على رئيس مجلس النواب؟ ما أنت عندي مشكلتك وين؟ أنت هلا رئيس جمهورية هو اللي بيتحمل مسؤولية أنت وصلت عليه طبعاً. ولا نوابك ووزرائك والحكومات اللي مرقعك؟ أنا بدعي مجلس الأمن والأوروبيين، مجلس الأوروبيين كله على اللي بيقولوا له أبو الكل. رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة، ال 128 حرامي، شو عملوا لنا؟ ما عملوا لنا شيء. هال 128 حرامي في منهم إذا ماني غلطان 11
او 12 حسب ما انت تسميتك حراميه. نعم. على العموم انا في 11 نائب بطرابلس او بشمال كلهم حراميه كلهم، بس مين اللي جايبهم؟ نعم مين اللي جايبهم؟ الحراميه، لا الحراميه اللي مثل حكايتهم تبعين 100 دولار، تبعين ال 100 دولار وال 100,000 وال 50,000 والعلبه المونه. هذا شعب المينا، شعب طرابلسي تعبان تعبان. عرفتي كيف ست رشا؟ شو عم تقولي؟ ناخذ علبة مونة بيسكر. ايه؟ لأنه عايزينها لعلبة المونة، ناخذها نركض ننتخبهم، ما بنعرف بس لندق بوابهم ما بيستقبلوا بكحشوا ونحن عيشتنا معترة. طيب حاجة قد ايه عمري؟ أنا عمري 60. طيب 60 سنة، يعني مر عليك أكثر من 4-5 انتخابات. ايه؟ ايه؟ طيب واحد ما بيتعلم من أول مرة من تاني مرة؟ تعلمنا، إيه والله تعلمنا. كان الميقاتي يساعدنا مشان هيك نحط له اسمه. الميقاتي كان يساعدنا نحط له اسمه، أوقات أطلب مساعدة اجتماعية يعطيني، بجيب دواء من باب الرمل. يعني مجبورين ننتخبه، بس هلا ما عدنا عم نشوف شيء. وانا مريض الديسك وعندي دواء دايم. هلا بكره بتجي الانتخابات بيرجع الرئيس مئاتي وغير رئيس مئاتي، بدل ال 100 بيعطيك 1000. ما بتعملي؟ ما حقبل بقى. بيعطيني بيعطيك 10,000 دولار. ضايع شوي. صدقا. ايه. قدام ضميرك. بيعطيني 10,000 دولار بنتخب اجراء وايداء وروس ويا ست رشا، لعلك شغله. لكن بعدنا، لكن بعدنا المواطن اذا نعطيه دولار و100 دولار مش عم يتبوز. طيب ضايع شوي. انا عندي مره مع جلطه دماغيه وشلل نصفي وعندها كل شهر 180,000. انا هدول بوس الايدان والاجران اللي عملها اياهم لمرتي. اما انت لهون او مره ثاني مره كيف بتعمل لها اياهم؟ مش عم تبوس ايدان. ضايع شوي. هلا عم بوس ايدان والاجرام، ما حدا عم يعمل لي اياهم يا ست رشا. اجار بيتي. انت برايك عودوك انك تبوس ايدين واجرين ولا لا؟ انا ما بوس ايدان والاجرين. انت عم تقول لي بتبوس ايدين واجرين. العوزه بتبوس ايدان وال... هلا انا بوس ايديك واجريك بس جيبي لي الدواء لمرتي يا ست رشا. هلا هيدا انت لازم تبوس ايدين واجرين ولا هيدي الدوله لازم تعمل لك اياهم بلا ما تبوس ايدين؟ لا الدوله تعمل لي اياهم، ما بوس ايدان والاجرين يا ست رشا. انا صار لي شهر عم ببرم على رقمك لحكيكي ليكو ها، وانا حط صورتك على الواتساب. بس انا ماني رئيس مئات. لا انت احسن من الرئيس. لا ما فيش حدا احسن من الرئيس. انت احسن من كل الرؤساء ومن كل النواب ومن كل الوزراء. صورتك وصلت وجعك وصلت. ضعيها ضعيها ست رشا. انت لانه قلبك طيب كلك ذوق. ميرسي بس خليني. اذا بتيجي يا ست رشا يلا خلينا نقرب شوي لهونيك. ما بتصور قليلة ساكنين فرد بين ثلاث عائلات وحيات ابني عم ينزل المي. لا شو بدنا نضلنا عم نحكي كل الوقت؟ والله عم ينزل المي من الحيط ويرد علي على السفنج. بيتي تحت بشارع الكفاح. لا انا عم بحكي على الخان. هلا انت جاي من هونيك لهون؟ لا بدي شفتينا على التلفزيون قررت تفوت لعنا. لا خليني اشوف هيدا البيت. كاترين بمحل فوت 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 سبقني بمحل. اذا بتشوفي يعني الحمايه اللي معموله. نحن برجع بذكر بخان التماثيل اللي هو خان تاريخي. اذا ما بدها ما بدها لا خلص اكيد لا ولا يهمك ولا يهمك. خليني اقرب شوي. وين 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 بعد فيه؟ طب هيدا شو بيت كمان؟ هيدا البيت النازل سقفه هون بس يا صلاح. لا شباب بليز بديك توقف تا ما يفوت الكل لجوا لحتى نقدر بين. مرحبا ما تواخذونا. هيدا حدتك صاحبة البيت؟ لا اختها. اختك موجودة؟ بليز نوطي التلفزيون من هلا لانه هلا حنسمع. هيدا المطبخ كله سوا. مشروع مطبخ هذا هو. بس بمحل بعدك احسن من غيرك مقارنة بغير ما. ايه طبعا الحمد لله. هيدا السقف شو عاملينه؟ خشب ايه. لانه ليش عاملين السقف خشب؟ احترق وهبط. كيف؟ هيدا احترق وهبط وممنوع يصبوا. هيدا بيت اللي جوا. وهون اللي جوا شو؟ هيدا خشب جوا. هون شو هون؟ شو كم بلوك؟ شوفي هالكرسي اللي جوا تفرج. شو هاي؟ هيدا هون عبات عمي منه هاي. تفرجي. هذا هون ممنوع لا نحن نصلح ولا هن يصلحوا. هذا ايثار ممنوع نحن نشتغل فيه. انا رئيس البلديه انا قال لي لا قال لي احترق بيتي انا بدي صلح. قال لي ببعث لك تركي يعد لك بالبيت. ممنوع تصلح لانه ايثار. قلت له شو بعمل بحولي؟ قال لي نام على البحر. وهذيك لما سمعت بالبلديه عم يقولوا انه عندك اثبات عندك ملف. انا عندي ملف باسمي بالبلديه. لا ساعدني ولا خلي حدا يساعدني. انا الوحيد اللي ساعدني دوله رئيس ميوتي بس.
تفرجي انا هذا بيت اخي ما عم بحكي على بيتي انا صلحته بلدي الحمد لله ومستور بس شوفي بس هي بس هيدا شو هون ما هو الكارت هلا البيوع فيها اخي تعال تفرجي هون شوفي لا لا بس انا عم بس لحظه بس لا افهم شغله منك هيدا خشب هو حاطط خشب زياده صح ايه لانه هلا ليش حاطط خشب لانه شو نهار ما انا ماني قادر هذا الخشب هذا الخشب بنش مي بالشتاء هيدا الخشب الاساسي والبنه بنش مي بينزل على هذا عشان يحميهم شويه ما ينزل عليهم الرمل بينزل الرمل هلا فوق هون بس انا هذا مفخوخ ما مفخوش هذا الصاف اه مفخوش من وين هذا لا بدي خلي اقرب سلام مصور يعني ايوه لقيتي هون محل بخوش السميتو هذا مفخوش هن سبلوا سميتو طيب بس انا بدي افهم شغله استاذ زكريا هون اثار هيدي قلعه اثريه مظبوط انتوا قد ايه لها مسكونه انا في عمري هذا هيدي العيله بالزيت لها اكثر من 100 سنه بعد بالخوم أنا أمي ماتت توفت الله يرحمها عمرها هلا عمرها شي 75 سنة خلقوني هون طيب شو حلتها يعني إذا أنتم البيوت ما نكون قادرين تزبطوها في بحق لكم خي تدهنوا مثلا لا لا, لا 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 ولا ممنوع تعمل هيك على الحيط ممنوع طيب أكيد ممنوع لأنه إذا شيء أثري بس أنا عم بلاقي شو الحل حولي أنا إذا هو أنا إذا خلقت ولقيت حولي هون تيجي بتقلي أثري طيب يقعد الصافة يا أخي أثري جيت معك أنا ما بدك تحافظ على الأثر أنت ما بدك تحافظ على الأثر رممه رممه للآثار ما أنت بتدعي إنه آثار ما بدك تحفظ عليه يا أخي نحن بشر مثلنا مثل بقية الناس ما حدا سألان عنا ولا بده إيانا وزيادة عدد ما هيك طيب رمم الآثار اللي أنت مهتم فيه الحجر ما أنت مهتم بالحجر رممه تعال تفضل شوفي هون شوفي الكرسي شو بتنين وثمانين شو صار بتنين وثمانين قبض حقه أخذته شركة على أساس فرنسية بدها ترممه قبض حقه طلع له لكل بيت 33,000 ليرة وانا طلع لي 82 ايه وانا طلع لي 33 كانوا بيشتروا باتوا بفضل منهم اوكي واثار الدولار ب 3000 بعد خبر تعاخذوهم طلعوا صوروا بيطلعوا معنا ب 10 دولار وكم سنس شو كان عطوك المصاري تحت لي شو زين تخلوا البيت ايه اوكي بس 82 رجعوا بعد اعطوك شيء مصاري لحتى لي تخلوا البيت لا اعطونا عرضوا علينا المصريات واثار الدولار ب 3000 اوكي لا مش بالثمانينات بالتسعينات بال 2000 2010 15 16 ايه هذا من هلا من هلا هلا لا ما عاد حدا قرب مؤخرا من 10 لا ما عاد لا ما عاد ما حدا رجع عرض انه اخلوا هيدا لو سمحت بعد المصريات اخذوا رئيس البلديه استثمروا صار الدولار ب 3000 صاروا قروش انا عندي اختي ام مصطفى زكريا عم تحكيني من 40 سنه عم بحكيك اياها هلا انا من 10 هلا ما عاد حدا قرب ما عاد حدا قرب انه خلوه خذوا هيدا المصاري روح ساجروا برا واخلوا هيدا لا ما حدا قرب ما حدا قرب بس يعني بدي افهم هذا السقف شو اللي فوق لا من هون هذا بس بدك من هون هذا البيت هذا البيت اللي احترق بس تشتي انا بيتي اللي احترق ما هون بس تشتي بتشتي هون بتصحى فوق بتضل عم تشتي هون هذا هبط السقف مثل ما هبط البيت عمي ليكو هون عم يهبط تعال شوف هون عم يهبط كمان هون هيدا المينه بس حضرتك شو بتشتغل بالبحر كمان بتصيد يعني بتصور اللي حكي علوش اللي حكي عني وعنه يعني وعن ذكور السمك المجلد اللي عم يجي ايه طبعا يعني انا سمك طرد انا ببيع السمكه بالكيلو ب 15000 بروب دي اشتريها طرد ومجلد عمره شهرين ب 20000 كيف انا سمكتي عم تنطنط 15 وهيديك مجلده ب 20 كيف وقدام الساحه قدام المسمكه عندي بتنباع كيف طيب انا بشتري طعم لحتى اسرح بكلفني 50,000-60,000-70,000 من اي متى الصياده خلينا نمشي هيك لبر بليز من اي متى الصياده اصلا في ريحه هي ريحه الرطوبه ولا ريحه ريحه رطوبه ريحه رطوبه طيب شو بتعانوا من امراض صراحه يعني سؤال يسال بدل ما حدا كلهم مع عمره معودين تعودوا اكلوا مع هالبضاعه هيدي انت جيتي بوقت لو جيتي امبارح وقت اللي كنت عم تشتت الدنيا ما كنا قدرنا بتشوفي المنظر تحت يعني كتر خير الميقوتي انا ما ليكي انا ما عم بحكي لانه ميقوتي ولا لانه بس الحقيقه الواحد بده يحكي الحقيقه لو كان شو ما كان كتر خير الميقوتي اللي اجى ركب لنا قساطر وعملنا غصب لعند رئيس البلديه وعملنا المجرير وقفوا على الاميه اللي برا ما صلحوها لحتى نضل نعلق بهذا المرض يعني الميقوتي صلحهم عند الاميه اللي برا تركوها مثل ما هي بس البعض اللي بيقول انه لا الرئيس ميقاتي هو واحد منهم شو بتقول لهم انا واحد منهم انا بالنسبه لنا ساعدني نحن بالنسبه لنا اهل الخونه اللي بيحكي غير هيك بيكون ما عم يحكي مزبوط انا برجع بقول لك انا لا بايد ميقوتي ولا بايد سعد الحريري ولا انا بحكي الحقيقه عم بحكي الحقيقه اهل الخونه اللي بيساعدون مثل ما حكي علوش يلي عم يساعدون ويلي ساعدنا هو الميقوتي اللي عم يساعدنا دوله
دولة ما في دولة، وين الدولة؟ وزارة صحة، شؤون، زراعة، أشغال، لا أشغال ما إلا دخلهم، البلدية لتكون إلا أشغال إلا إلا ما بنشوف حدا البلدية، نحن بدنا نصلح، نحن هون صار تعمل أمراض عندنا لأنيات صار تطلع. مين بينتخبها بلدية؟ شو أنتم؟ نحن يلي بيفرضون علينا، ما نحن مين بيفرض؟ الموجودين السياسيين الموجودين مين يعني؟ بيعملوا كبونية مع بعضهم، بيحطوا فلان خلص يعني صوتك ما بقى له أثر. مين هن هدول؟ زعماء البلد. مين يعني؟ يعني مئوتي، ريفي، حريري، صفدي اتفقوا كلهم مع بعضهم يجيبوا لنا البلدية هيدي، يعني فينا انا اوقف وشهم؟ انتخبوا لما انتخبوا يعني انا فيني اوقف وشهم؟ يعني ما بتعرف انه عملوا تكتل عندنا هون بطرابلس، عملوا تكتل وطلعوا البلديات؟ انا فيني اوقف وشهم؟ بتحس انه بمحل معين جزء من الطرابلسيين مستسلمين كانوا؟ ما مستسلمين، الفقر مخليهم مستسلمين، يعني انا وليدي بدي ياكلوا، انا وليدي بدي ياكلوا، مثل ما فتح لك علو شلا فتح لك البراد مثله، يعني بتصير دعاية فتح لك براد مثله فوضي. طيب انا بدك عن جد فوضي؟ روحي افتحي، روحي افتحي هلا معك انا وياك، روحي افتحي. طب كيف تاكلوا؟ كيف شو يعني ولادك عن جد شو بتطعميهم الصبح الظهر بالتبسني بيتغدوا ايه شو؟ انا ديت 20,000 صار يومين بلا غاز، ديت 20,000 شو جرد غاز؟ شو بعمل يعني؟ شو بعمل؟ تاكلوا ثلاث وقعات؟ تقريبا. ليه عم تقلي تقريبا؟ لانه ما كل يوم. يعني انا من الناس وقت اللي بيكون معي مصير بجيب معي سمك من البحر بيكون. انا بعكس العلم، العلم بيصير معي مصير بتاكل سمك، انا بس اطفر بكل سمك. بس يكون معي مصير بكل سمك. احيانا ما بتتربوا ولا ما بتتعشوا. لك احكي؟ لا. تفضل. هذا برادك. هذا براد اخي. براد اخي. هذا اخي غني. مقارنة مع البراد اللي فتحناه في البيت. اخي غني هلا. انا فوتك على برودي بتبكي. انا هلا فوتك على برودي بتبكي. والحال؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هيك بدكم تضلكم عايشين؟ شو طلب ايدنا؟ شو طلب ايدنا؟ دلينا على حال. نزلت العلماء على الشارع، شو طلع معه؟ شو طلع معه؟ ما بيطلع معه برأيك بعد فترة؟ يعني ما قدرت ضغطت هالعالم اللي نزلت على الشارع، ما قدرت ضغطت على السياسيين يطلعوا أكتر بهالعالم؟ بتمنى بالمرحلة بس الظاهر لا، لأنه ليك بدي لك شغلي، واحد عنده سلطة وعنده جيش وعنده درك وعنده 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 ما هيجي لك خدي هاي مفتاح الكلبشات وحطيهم بيدي وحطيني بالسجن نقطع أول سطر. حتى إذا الشعب ضغط وأنا بكون عندي لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا الشعب ضغط فرض عليهم إنه مثل ما أنت عم تقول. مين بده يضغط معه إذا الشعب ضغط ومات من الجوع وبعدين؟ وبعدين يعني أنا هلا بنزل على الشارع يوم اثنين ثلاثة وبيجيب لي وليدي عم يبكوا من الجوع، شو بدي أعمل؟ بنزل على الشارع ولا بشتغل؟ بس أنا جبت أسألك سؤال وبتصور مشاهدين قاعدين بيسألوا بمحل، بنسمع إنه قالوا يعني أنا مثلا بيحكون بيقولوا لي رشال أولادنا ناموا تمه المفتوح. نعم. شو يعني؟ هيدي ما حدا بحس فيها اللي نام ابنه. طب يعني حدا ما اكل نام ولادك شي ليله ما اكلوا؟ ما في خبز ما في شي تسندون؟ في جيروني، العالم ميتين، في جيروني خصوصي بالخون هاي. يعني لا يعني يعني عن جد واحد بيقول في عالم اوكي ما في حدا بيموت من الجوع. لا في عالم بتموت من الجوع، من قالك ما حدا بيموت من الجوع؟ لا في عالم بتموت من الجوع، هذا اللي بيقول ما بموت من الجوع هذا بيكون قاعد برجع اجي فوق بالاسهر، بس في عالم بتموت من الجوع، انزلي على الشارع بتشوفي العالم ميت من الجوع. انا عم بقول تموت يعني تموت يعني تروح روحها. في عالم بتموت تطلع روحها من الجوع، في عنا عالم ماتت على البحر طلعت روحها من الجوع. في عنا عالم طلعت روحها من الجوع. ولادك شو بيقولوا لك؟ شو بدهم يقولوا لي؟ بعيط عليهم لحتى ما يقولوا لي. شو الحال؟ تقسى عليهم زياده. طيب شو الحال؟ بصيروا يبكوا. شو الحال؟ يعني اعطيني 1000 بدي خارجيه، شو ما معي، شو بدي اعطي؟ ما معي، بعيط عليه. يعني بعيط عليه لا الهيب موضوع ثاني، بصير بده يعني لحتى ما يعيط عليه انا بينسى ال1000. يعني شو بعمل؟ بيقولوا لك بابا بدنا ناكل، بابا بدنا نروح، بابا كذا. طبعا ولد ما بيعرف بده ياكل. ما بيعرف انت معك ولا ما معك ولا بده ياكل. بده ياخذ خارجيه بده ينزل يلعب، ما بيعرف ما بيهمه. يعني ما حيفكر انه انت معك ولا ما معك. قد ايه بيكفيك بالنهار؟ يكفيني عودي يعني مثل الناس يعني اقل شيء 30 40
قديه بتطلع بس منه؟ بس انا برضى ب 15، انا برضى ب 15، انا بدي 30 40 الف بس برضى.